السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل سنة وأنتم طيبين والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. النهاردة طبعا مشرفنا هنا الشاعر الكبير الأستاذ عادل صابر. ممكن يكون محدش كتير يعرف الشاعر عادل صابر، ولكن هو من الناس أو الشعراء المحترمين جدا اللي بيكتب شعر يحمل هموم الغلابة وبيعمل مربعات وبيعمل فن الواو. وانا من يعني بتابع حياته وبتابع اعماله وبستمتع بها. فطبعا النهارده هو احنا استغلينا وجوده معانا هنا، فعايزينه طبعا يسمعنا حاجه كويسه من ونسمع منه يعني في الجو الصعيدي المحترم كده تحت النخل وفي الغيط. فسمعنا حاجه يعني سمعنا اهلا إيه؟ بك حاج دبي، وكل سنه وانت طيب وانت طيب. الله يبارك فيك، وانا سعيد باللقاء ده والله. الله يخليك. نسمع قصيده الحرجه. الحرجه طبعا اعتقد كلها عارف الحرجه يعني. لا يعني احنا برضو عشان في ناس بتتابعنا من محافظات ثانيه وبتتابعنا من الدول العربيه، يمكن الحرجه هنا تطلق في الصعيد على الاماكن الزراعيه اللي هي بيزرع فيها زراعات القصب. صحيح، البعيده عن البيوت. البعيده عن البيوت اللي ودائما بتكون في الناحيه الغربيه من القرى. الله يبارك فيك. انا مغرب وطالع بكره على الحرجه، هروح الزرع واتمردغ على الدرابيس، وحتغدى بعيش قيضي وجبن اخضر وجدع سريس، وانسى هدة امبارح، واركب نخل الطارح واجني الطايبه والمقرش وارمي الصيص. حقوم من نومي فجاري، واترك فرشتي وداري، واهرب من البلد والناس، واهجر قلمي والكراس وتعب اليوم، وأقلع توبي ومداسي، وأسند على الخديم راسي، وأروح في النوم ولملم البيوت عمري، وأعزف ضحكتي عناي، ولحن غنوة الجمري، وداري عن غناي بكاي. وحين يعوي في قلبي الخوف أروح وأقعد مع جهلان، ونتسلى بحكاوي زمان وسيرة عمرنا اللي فات، وآخذ وشي بالمحرات، وهت على البقر يرمح، وانده على الشجر يطرح، واتصاحب على القردان، واقوم واقلع بسروالي، وافرش على العزيك شالي، وساعة الدنيا ما تقيل، ضلال الصنطي حلالي. الله جميل. الله جميل. جميل. انا رايح خلاص بدري، حفرغ كل ما في صدري، وارمي الهم في المروة، وتعب البال، وشوم الحال، وقلنا وقال، وانسى خنقة الشارع، وصرخ في الخلا الواسع بعزم الصوت، وكوع تحت شجر التوت، لا تمنعني حيطان ولا باب، وافرد باعي للطياب، واشوف البت نوارة، ودندل ليها كم موال، وهي تشوفني تتدارة وتتلتم بطرف الشال. انا رايح ضنين جيت، كرهت الزيطة والدوشة، كرهت البيت، كرهت سريري والفرشة وحيطان الزيت، وحشني رقادي في العشة وبراح الغيط. أنا رايح كرهت الحزن ودموعه، وعض الجوع ومر الزاد، كرهت الفرح وخضوعه، كرهت بلاهة الأعياد. جميل جميل. حروح الحرجة واتمطع، وأرمح رمحة همجية، وأصرخ صرخة غجرية، وحالف للديار مرجع، وخلي العيشة بدائية. جميل جميل. بقالي كام سنة بفرح، بقالي كام سنة بفرح وفرحتي فجة قلابه، بقالي كام سنة بضحك وضحكتي صفرة دحلابه، بقالي كام سنة بزرع وزرعي تضل كدابة، بقالي كد كيف مشتاق أقول القولة بعبلها ومن غير خوف، تشوف هالخلق تقبله وترمح في النجوع والطوف، بقالي كد كيف ملهوف اشوف الحرجة وحبلها بمدد الشوف، بقالي كد كيف معرفت ناس معجونة بطيابي، كرهتك يا زمن فراق يا قول حراق ونور سراق، يا ويل صياد غشيم عشاق يصدق ندهة الغابة. جميل. الله الله. وقمت من الصباح غربت، وقمت من الصباح غربت
وتهت هناك وضعت هناك. فضلت أبص وأدور على الحرجة ولا لقيتهاش. لقيتها بيوت وشوارع وبني أدمين، لقيتها حواري مسكونة بناس تانيين. قعدت ألف وأدعدس وزعق وأسأل الفيتين، قالوا لي خلاص لعت فيها خلا واسع، ولا ساقية ولا محرات، لا باقي غلة ولا ضلة، ولا عشة تداريني وجدع نبات، لا باقي قمري ولا قردان، ولا نوارة ولا جهلان. وزي ما جيت رجعت البيت، رجعت لخنقتي تاني وحطان الزيت، رجعت لخنقتي تاني وحطان الزيت. شكرا. الله يبارك فيك. جميل يا استاذ عادل. طبعا احنا بنشكر الاستاذ عادل، ويمكن في حاجات يمكن مصطلحات يمكن كلمات هيفهموها بس الصعايده، زي الدرباز اللي هو الحد اللي بيفصل ما بين الجار وجاره في الغيط والدرابيز والكلام ده. ولكن طبعا احنا بنشكره، عايزين نسمع حاجه من فن الواو والمربعات برضه يا استاذ عادل. الله يبارك فيك يا مولانا. شكرا شكرا حاج ضوي. نسمعه من فن الواو. وفن الواو عبارة عن بيتين من الشعر، أربع شطرات على بحر مشتس. ألف به ألف به، يعني القافية الأولى الشطرة الأولى زي الشطرة الثالثة، والثانية زي الرابعة. جميل. المربع قصير وبيحمل فكرة أو طرفة أو 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 فكاهة أو أي مهم مستقل بذاته يعني. تمام تفضل. وغزلت قولي بنولي، فصلت للناس خلايق، والشعر قبة بنولي واجب تزور هالخلايق. احذر من الكلب لو جاع، والحرمة لو تهوى غيرك، واحذر من الخل لو باع، ينسى جمايلك وخيرك. لابن الأصايل كرامات، في الدنيا يخشى الشماتة، ده الحر لما تكرامات والندل خدع الشحاتة. الدنيا تعليم وخبرة، والبيت يشبه لناسه، والله لعزق بإبره ولا ندل يبخل بفاسه. من خد على العيب ما يسله، ما يسلهوش. من خد على العيب ما يسله، حتى نشبع بعد جوعه، شجر البرك مهما يعله في الوحل طابة فروعه. ما يكره العدل مجهور، ولا يرفض اللقمة جايع، ولا قال على الطب معذور إلا اللي عرف الوجايع. الله يبارك فيكم. جميل والله. يا نخل محبوس في ليفو، ظلك على السنط مادد، لا ولف يشبه وليفو، يا ما تلم المخادد. الظهر يا خل قلاب، عجبها وعدك مسطر، كم طيرة وقعت في قلاب، فرت وجابها المقدر. دنيا غرورة ودرهم، دنيا غرورة ودرهم، سجن وكلابش اشتروها في السعر ما تساوي درهم، يا تعسة اللي اشتروها. دنيا بتمكر بلا حدود، لو شمس طالعة وعسلها، يا ما كنا جوا البلا حدود وشربنا مر في عسلها. الحر محزون لبخته، في الحق اوعوا تلوموني، شوف الهل في طرحة لبخته، وانا اللي هيف لموني. وامشي مع الضرب لو دار، ووعاك تلوف على المداخل، وابعد خطاويك عن دار لو تلمح الهل في داخل. ونمطر السعد يغزر، يروي السنين الشقية، لو ماشي في الصحراء تعطر، تجي عطرتك في اللقية. جميل. لما تكون الدنيا جاي معاك. أيوة. وان كان فقرك بقيلك، تغرز معاك المعادي، في الطير نايبك يا جيلك، تجي وقعتك في الحدادي. جميل. بين الأحبة معاش عيب، بين الأحبة معاش عيب، حوزن كلامي وبتو، لما كان موسى مع شعيب بالصبر جوز له بنته. جميل. خاين حشيش القناية، عطل طريقها وسيرها، ما حقتش فيه القناية مع انه عايش في خيرها. الله.
عايش في خير هوي سده. أيوه. مش هي السبب فيه. أيوه. أيوه. آه. يا ارض عشقت عبلها، يا ارض عشقت عبلها، قمحك مجايل وجلاده، واللي تداري حبلها تفضح ابوها الولاده. حداري حبلها في الولاد حصرر. ايوه صح. بحر المحبه برغوه، بحر المحبه برغوه، بس المراكب غشيمه والضله في بلدنا بغوه، وحرقها جمر النميمه. النميمه دي ركز النميمه اللي خربت الدنيا، محدش مضيع غير النميمه يا فنان. من يملك الطعم صياد، من يملك الطعم صياد، صياد والشل بيجلع في كمه، وما دام بتعطف على الواد لابد ما تحبك امه. مش كده يا مولانا؟ ايوه. الله يبارك فيك يا حاج ضوي. الصبر قال لي يا كربان من له مقدر يصيبه، وريني مره ده كربان وقدر يغير نصيبه. ما قدرناش نغير. انا لو غيرت نصيبي كان غيرت مش حته. كنا غيرنا مش حته والله. ياك تجعل الرزق بالرمح، ياك تجعل الرزق بالرمح، ده الرزق صبر وقناعه، لا في يوم يا خالي طرح قمح ولا نخله طابت في ساعي. جميل. بطل يا ابو العم زيطه على الفرش واقف تلالي، ياك تجعل الدنيا عيطه والرزق لابو حس عالي. جميل. العشره مالها ما ديماش ولا عدش قيمه وواجب، كلمه عوافي ما طلعاش صار السلام بالحواجب. ايوه صح. حتى صح. حتى عوافي ما قادرين نقولوا له قولها تاني، قولها تاني، قولها تاني. ده البلد كلها. ايوه والله يا عم نسلم على بعض بالحواجب. قولها تاني. يقابلك الواحد قال يعمل لك كده. ايوه قولها تاني برضه. كلا يا اخي ما هينش عليك تقولي. قولها تاني. سمعت. والله. العشره مالها ما ديماش، العشره مالها ما ديماش ولا عادش قيمه وواجب، كلمه عوافي ما طلعاش صار السلام بالحواجب. الحج حسين كل ما قابلني يترمش لك. الحج حسين اضرب يترمش لك. زينة العباية قطن صوف، زينة العباية قطن صوف، زينة المنازل عتبها، والود زينته في معروف، والناس يزينها ادبها، ولا سادد الا وفيه خرم، ولا سادد الا وفيه خرم، وفي كل بدنا همايل. صح. انظر الى النخل في الكرم.